طنجة نيوز، أول موقع إخباري بشمال المغرب. قالوا لي كانت غنطيب له الحليب، عاد جبت مشيت جبته من البقال وجايه دخلت لداخل ندير الحلوه نشوف العافيه ناضت ما عرفناهاش مين جات. وليداتي قال كانت غاوتك شي كعيط بالعاده والعافيه خدامه كتكدا بنتي ليه العوديه وولادها ليه الاخرين كلشي تحرق. وحنا وليدي مشاو لي انا ستات سدادر دايرهم في البراكه ثلاثه هنا وجوج لهيه والحويجات بالحويجات للعواد للعيد بكل شيء تحرقنا ما بقالنا حتى واحد حتى حاجه ما بقاتنا. وانا كنشكر القايد والمؤسسه كامله والصحافه ديالنا والمخزن كامل الله يكثر خيره الله يخلف عليه يشوفونا يتعاونوا معنا ويشوفونا الحل الله يرحمكم الوالدين. السلام عليكم اخوتي، ساكنه عين قنفات الصباح شعلت فيها العافيه، تعاونت معنا السلطه معنا الكلمه، جا القايد بوبري تعاون معنا وجاو السلطه جاو مخزنيه جاو القايد جا باشا جات السلطه طنجه تعاونت معها الحمد لله ما تحرق حتى شي عايز تيتو حتى شي مرا ما تاذات حتى شي واحد ما تاذات اذونا على الحوايج وبرارك وخليفه على الله. والسلطه تتعاون معنا والسي الرئيس تتعاون معنا قال لك غنشوفكم الحال اقرب وقت الحمد لله ما تاذات حتى شي واحد في الصباح هذا. تقريبا اخوات تقريبا شي 60 براكات اللي تحرقت حوالي 60 براكه والحمد لله ما تاذات حتى شي واحد والحمد لله. انت تشوف الخوات ديالي طفيناها وجاو رجال المطافي تعاونوا مساكن والسلطة تعاونوا معنا والحومة تعاونت معنا الحمد لله ما تأذت شي واحد. وتنطلبوا الخوة من هادشي هذا الفكاك جام هادشي هذا الحمد لله ربي جعل الناس سبب هادشي هذا خوة. والناس انتم تشوف الحمد لله ما تأذت شي واحد الخوة ديالي والسلطة تعاونت معنا والقائد مسكين الله يكثر خيره تعاون معنا وشافنا الحال في هاد الصباح هذا.